صباح الخير عليكم، مرحبا بكم في الفقرة الرياضية لصباح اليوم. اليوم واش راح نديرو؟ راح نخدمو عضلات البطن، تقوية عضلات البطن، لكن بطريقة مختلفة. دائما كما قلنا راح نسحقو موشابالي ولا لو باطون اللي عندكم نتوما ولا لابال اللي عندنا هنايا في لاصا. يعني التمارين راح نخدموها اليوم راح تكون على الأرض، نسحقو ان طابي. أنا عندي هنا طابي في الدار، نتوما اللي عندكم طابي عندكم طابي، سينو تقدروا تستعملوا أي حاجة باش ما يكونش الاحتكاك برك مع الأرض. ندخلو في التسخينة تاعنا بالعقل، دائما بازي كما قلنا على العضلات، ولا العضله اللي راح نخدموها هي اللي نديروا لها التسخينات اكثر. يعني راح نديروا احنا الجسم كامل، لكن واش نركزوا على العضله عفوا اللي راح نخدموها. نخدموا بالعقل هنايا، نطلع جنو تاعي يمين يسار هنايا، رانا بالعقل نقيسوا في العضله اللي راح نخدموها اللي هي عضلات البطن. نسي نطلع الجنو واش نقدر ماكسيموم عن الصدر تاعي ولا على مستوى البطن، كل واحد والمقدور ديالو. كما قلنا احنا الفقره تاعنا الهدف تاعها انه كاع الناس تقدر دير معنا الرياضه ولا التمارين اللي نديروها، يعني دائما بدون اعذار. دوكا نسيي نطلع الركبه اليمنى عند لو كود هنايا، هنا يمين، نحسب 10، كي نكمل 10 نروح للجهه اليسرى نفس الشيء، نحسب 10، 3 4 5 6 7 8 9 10. دوكا نسي نخدم هنا روتاسيون تاع لو بوس ديالي يمين يسار، دائما باش نبقى في الهدف تاع الفقره تاعنا تاع اليوم. نسي يدي يكونوا هنا على مستوى الصدر وندير لا روتاسيون تاع لو بوست ديالي، ونسي نركز على العضله اللي راح نخدموها. كيما هنايا رانا نديرو في التسخين تاع لي زوبليك ديالنا. دوكا نهبطو مباشره على الارض، نبداو بالتمرين الاول اللي هو معروف، لكن واش حنا كيما قلنا راح نخدموه بطريقه يعني مختلفه هايدا باش يعني يكون عفوا نخدمو بك الميكرو. الوغ نبداو هنايا، نحكم لو باطون ديالي هنا، نسي بلاكي روحي بيان مع لو سول، يدي تبقى لهنايا للاعلى فير لو بلافون، نحكم لو باطون ديالي ونسي ندير دي كراش هنا، نطلع ونعاود نهبط، نطلع شويه هنا باش نقدر نعاود نولي، يدي يكونوا توجور مكسلين للاعلى، نهبط هنايا راح يكون عندي وزن زائد اللي هو هاد لابار ولا لو باطون نتوما اللي عندكم في الدار، والتركيز تاعي راح يكون اكثر مع العضله اللي راني نخدم فيها. نسي نكاردي لانوك ديالي فيكس، يعني الرقبه تاعي ما تبقاش تزغد بزاف باش ما يكونش عندي الم على مستوى الرقبه. نطلع ونهبط نحسب 20 خطره، كل واحد شحال يقدر، عندكم من 10 حتى ل 20 هكذا باش ما ليميتيكمش يعني في البرنامج ولا كاع باش تقدروا تخدموا من 10 حتى ل 20، لكن الهدف هو 20 خطره في المجموعه. الناس ما يقدرش من 10 حتى 20، يعني 10 15 كل واحد والمقدور تاعو. نخدموا اربع مجموعات. نروحوا للتمرين الثاني، التمرين الثاني واش راح يكون؟ راح يكونوا لي تويست، يعني راح نخدموا الجوانب لي زوبليك، لكن واش كيما قلنا توجو بلو باط. نسي نديكولي لي جون تاعي، رجلي ما يكونوش ناسخين في الارض، نسي نطلعهم ونخدم لا روتاسيون هنا يمين يسار، 1 2 1 2 هنايا نسي ندير توجو لا روتاسيون تاع لو بوس تاعي، يعني ماشي غير يدي لي يخدموا لهنا، نسي انا كومبليتمون ندور مع الوزن تاعي ولا مع الباطون اللي راهو عندي. نفس الشيء كما قلنا نكملوا 20 ثانيه، نديروا 30 ثانيه راحه. الناس اللي ما تقدرش ماشي لازم يردوا لي باطون هذا، تقدروا تخدموا سون هنا بدون وزن. نسي ندير لا روتاسيون تاعي برك يمين يسار، والناس اللي ما تقدرش برشا على بالي كاين الناس ما تقدرش تطلع رجليها هنايا، نقدر معليش ما نخليهم لاصقين في الارض ونخدم يمين يسار، يبقى نفس الهدف لكن وشنو الشده تاع التمرين تكون هابطه شويه، يعني الانتونسيتي تكون ناقصه. يبقى لنا التمرين الاخير، التمرين الثالث اللي هو الفيجون مي افيك لو باطون ولا موشابالي الوزن اللي راه عندي انايا، نجيبه لهنا في الخلف يعني في مورايا، ونسي نطلع مع لا جونب تاعي هنا 1 2 3 4 5 6
سات ويت نعف ايديس نروح مباشرة للرجل اليسرى ان دو تروا كات ايضا نكونوا كملنا التمرين الاخير نديروا لا ريكوبيراسيون تاعنا كما قلنا دائما عندكم 20 حتى 30 ثانيه كل واحد وكل واحد والقدره تاعو على الاسترجاع شحال تكون 20 ثانيه ولا 30 ثانيه. هذا كان اخر تمرين. دائما واش نقولوا لازم لنا التمديدات سي نهبط هنا. اليوم كان التركيز تاعنا اكثر على عضلات البطن يعني حتى الجوانب اللي هما لي زوبليك. على بالي كاين ناس بزاف عندهم مشاكل تاع الجوانب لكن كما قلنا دائما ونقول دائما هذه التمارين جوست تاع ولا تمارين يعني تاع التقويه ماشي هي اللي تنحي الدهون. الدهون راح تكون ببرنامج غذائي واكيد التمارين اللي رانا نديرو فيها راح تكون تمارين مساعده باش نلحقوا الهدف تاعنا ونلحقوا للجسم الجميل اللي رانا كاع حابينه لكن دائما بالانضباط ولو سيريو وتاع انكم لازم تكونوا دائما معنا.